بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. نبدأ أسئلتنا بأسئلة أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة. يمر بالوطن العربي دائرة عرض رئيسيتان هما نقط ونقط: الاستواء والسرطان. نقط هو الموقع بالنسبة لليابس والماء، الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. يقع الوطن العربي وسط نقط، وسط قارات العالم القديم. قناة السويس تربط بين البحر نقط والبحر نقط. قناة السويس بتربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. من الظاهرات التضاريسية الناتجة عن التعرية الهوائية ظاهرة نقط الكثبان الرملية. نشأت جبال الشام نتيجة الحركات نقط، بينما تكونت جبال الأطلس نتيجة الحركات نقط التي حدثت لطبقات القشرة الأرضية. جبال الشام نشأت نتيجة الحركات الانكسارية، بينما تكونت جبال الأطلس نتيجة الحركات الالتوائية. تقع هضبة نقط شمال شبه الجزيرة العربية. الهضبة اللي بتقع شمال شبه الجزيرة العربية هي هضبة بادية الشام. من أمثلة الواحات بالوطن العربي: واحد نقط في ليبيا، وواحد سيوة في نقط، واحد الكفرة في ليبيا، وواحد سيوة في مصر. ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة مما يلي: تظهر الهضاب البركانية بوضوح في دولة اليمن. العبارة صحيحة: يظهر أثر الزيادة غير الطبيعية في نمو سكان دول الخليج. العبارة أيضا صحيحة. من أمثلة الجبال الانكسارية: جبال أطلس. العبارة خطأ، والتصويب: جبال أطلس من الجبال الالتوائية. ترتفع نسبة الوفيات في بعض الدول العربية مثل الصومال. العبارة صحيحة. التعرية الهوائية من العوامل الخارجية التي شكلت سطح الوطن العربي. العبارة صحيحة، وقلنا بينتج عنها العديد من الظواهر الطبيعية مثل الكثبان الرملية. تنخفض الكثافة السكانية في وادي النيل ودلتاه في مصر. العبارة خاطئة، حيث ترتفع الكثافة السكانية في وادي النيل ودلتاه في مصر. تعتبر جبال عمان من الجبال الالتوائية بالوطن العربي. العبارة صحيحة. يفضل السكان الإقامة في المناطق السهلية الخصبة. والعبارة أيضا صحيحة. يبلغ عدد دول الوطن العربي بالجناح الآسيوي 12 دولة. العبارة صحيحة. تعاني مصر نقصا سكانيا وزيادة في الموارد الاقتصادية. العبارة خاطئة، حيث مصر يوجد بها زيادة سكانية ونقص في الموارد الاقتصادية. يحد الوطن العربي شرقا المحيط الأطلنطي. العبارة خاطئة، المحيط الأطلنطي بيحد الوطن العربي من جهة الغرب. يطل الوطن العربي على ثلاثة بحار. العبارة صحيحة. يعيش الريفيون حياة تنقل وترحال بحثا عن الماء والعشب. العبارة خاطئة، البدو الرحل هم من يعيشون حياة تنقل وترحال بحثا عن الماء والعشب، أما الريفيون فهم يعيشون حياة مستقرة. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. العبارة صحيحة. المواطنة والتسامح من قيم المجتمع العربي. والعبارة أيضا صحيحة.
تقل درجة الحرارة كلما اتجهنا جنوب الوطن العربي. العبارة خاطئة، حيث تقل درجة الحرارة كلما اتجهنا شمال الوطن العربي، أما إذا اتجهنا ناحية الجنوب فهي بترتفع درجة الحرارة. توافر النقل والمواصلات من العوامل البشرية التي تجذب السكان للإقامة والاستقرار. توافر النقل والمواصلات من العوامل البشرية التي تجذب السكان للإقامة والاستقرار. والعبارة صحيحة. يرتفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية بالمناطق العشوائية. العبارة خاطئة، لأنه بيتدنى مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية بالمناطق العشوائية. تنمو الغابات المعتدلة في الأجزاء الشمالية من العراق. العبارة صحيحة، لأن الأجزاء الشمالية من العراق بتنتمي لإقليم البحر المتوسط التي تنمو بها الغابات المعتدلة. اختر الإجابة الصحيحة. يرتبط توطن السكان في مناطق الواحات بنقط: السهول الفيضية، المياه الجوفية، المناخ المعتدل، ولا سقوط الأمطار. توطن السكان في مناطق الواحات، الواحات دي مناطق بالصحراء. بيرتبط توطن السكان في مناطق الواحات بالمياه الجوفية. وضح الرسم البياني الذي أمامك نقط: ارتفاع معدلات المواليد، ارتفاع معدلات الوفيات، ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية، ولا ارتفاع معدلات النمو السكاني. طبعا الرسم البياني اللي قدامنا ده بيوضح ارتفاع معدلات النمو السكاني. من الممرات المائية التي يتحكم بها الوطن العربي والتي زادت من أهميته الاقتصادية: مضيق هرمز، مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، ولا كل ما سبق. طبعا الثلاثة دول بيتحكم بهم الوطن العربي ويزادوا من أهميته الاقتصادية، يبقى الإجابة كل ما سبق. اكتب ما تدل عليه كل عبارة مما يلي: أقدم الدول العربية في عمل التعداد السكاني. مصر، قلنا إنها من أولى الدول العربية في عمل التعداد السكاني. انتقال الفرد من منطقة لأخرى بغرض الإقامة أو العمل. الهجرة، زيادة عدد السكان في الدول المستقبلة للمهاجرين. زيادة غير طبيعية، نسبة عدد السكان إلى المساحة التي يقيمون عليها. الكثافة السكانية، العلاقة غير المتوازنة بين السكان والموارد الاقتصادية. المشكلة السكانية. أمامك مجموعة من المدن، حدد الإقليم الذي تنتمي إليه وأهم النباتات الطبيعية. عندنا مدينة الإسكندرية، مدينة بيروت، مدينة صنعاء، طرابلس، الرياض، الخرطوم. عاوزين نشوف الإقليم الذي تنتمي إليه كل مدينة وأهم النباتات الطبيعية. الإسكندرية بتنتمي لإقليم مناخ البحر المتوسط. أهم النباتات الطبيعية: الأرز، البلوط، الزيتون، الاستبس. مدينة بيروت تنتمي أيضا إلى إقليم مناخ البحر المتوسط، وأهم النباتات الطبيعية: الأرز، البلوط، الزيتون، الاستبس. مدينة صنعاء تنتمي للإقليم المداري. أهم الأشجار أو النباتات الطبيعية: الغابات المدارية، حشائش السافانا. مدينة طرابلس تنتمي لإقليم مناخ البحر المتوسط، واللي قلنا إنه أهم النباتات الطبيعية فيه الأرز، البلوط، الزيتون، الاستبس. أما مدينة الرياض فهي تنتمي للإقليم الصحراوي، وأهم النباتات الطبيعية فيه حشائش قصيرة ونباتات شوكية. ومدينة الخرطوم تنتمي للإقليم المداري،
أهم نباتاته الطبيعية الغابات المدارية وحشائش السافانا. أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب ما تدل عليه الأرقام التي عليها. رقم 1، منطقة كثافة مرتفعة جدا، دي وادي النيل ودلتاه في مصر. 2، منطقة كثافة مرتفعة، شمال العراق. 3، منطقة كثافة متوسطة، شمال سوريا. 4، منطقة كثافة متوسطة أيضا، شمال تونس. 5، منطقة كثافة منخفضة، شمال الجزائر. 6، دولة بها صراعات وحروب، فلسطين. 7، دولة بها عجز في القوى العاملة، السعودية. إلى أي الأقاليم المناخية تنتمي النباتات الآتية؟ أشجار الصنط تنتمي للإقليم المداري، حشائش الاستبس إقليم البحر المتوسط، حشائش السافانا الإقليم المداري، البلوط الفليني إقليم البحر المتوسط، نبات الصبار ينتمي للإقليم الصحراوي. ما العلاقة بين كل من المناخ وتوزيع السكان في الوطن العربي؟ يؤثر المناخ في توزيع السكان، حيث يتركز السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل والممطر، بينما يقل السكان في المناطق ذات المناخ الحار والجاف. ما العلاقة بين كل من الحروب والصراعات والنمو السكاني؟ تؤثر الحروب والصراعات على عدد السكان وكثافتهم، حيث بيقتل أعداد كبيرة منهم أو يجبرون على ترك بلادهم كما في فلسطين وسوريا. ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي للوطن العربي؟ ساعدت على الاحتفاظ بشخصيته المميزة بين الأمم. تحكم الوطن العربي في ممرات مائية مهمة، زادت من أهميته الاقتصادية والاستراتيجية. ما النتائج المترتبة على استمرار الهجرة من الريف إلى المدن في الوطن العربي؟ ترتب على ذلك ظهور المناطق العشوائية التي نشأت دون تخطيط حول المدن الكبرى، وبتفتقر إلى المرافق المختلفة وتتدنى بها الخدمات الصحية والاجتماعية، وكمان بترتفع بها الكثافة السكانية بدرجة كبيرة. ما النتائج المترتبة على الحركات الانكسارية؟ ترتب عليها تكون الجبال الانكسارية. ما النتائج المترتبة على اهتمام دول الوطن العربي بالتعليم؟ ترتب على ذلك زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم قبل الجامعي في الوطن العربي إلى أن وصلت إلى 55%. ما النتائج المترتبة على ارتفاع جبال لبنان ارتفاعاً شاهقاً؟ ترتب على ذلك تغطية قممها بالسلوك. ما النتائج المترتبة على سقوط الأمطار الغزيرة على جبال أطلس؟ ترتب على ذلك نمو الغابات المعتدلة. ما النتائج المترتبة على وقوع معظم السودان ضمن الإقليم المناخي المداري؟ ترتب على ذلك ارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار صيفاً، واعتدال درجات الحرارة والجفاف شتاءً، ونمو الغابات المدارية والحشائش الحارة. استنتج التأثير السلبي الناتج عن استقبال المدن الكبرى لأعداد كبيرة من سكان الريف. ترتب على ذلك ظهور العشوائيات، تآكل الرقعة الزراعية،
تناقص سكان الريف زيادة عدد سكان المدن. بما تفسر تكون الكثبان الرملية في الوطن العربي؟ بسبب التعرية الهوائية. بما تفسر واحد سيوة مأهولة بالسكان؟ لأن تربتها صالحة للزراعة وتوجد بها المياه الجوفية العذبة. بما تفسر ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للسكان في الوطن العربي؟ يرجع ذلك إلى الزيادة الطبيعية، وهي الزيادة الناتجة عن الفرق بين معدل المواليد والوفيات، فمعدل المواليد مرتفع بصفة عامة بينما معدل الوفيات منخفض. كمان الزيادة غير الطبيعية اللي هي الهجرة، وهي انتقال الأفراد من مكان إلى مكان آخر بغرض الإقامة والعمل، وده بيؤثر على نمو السكان حيث بيزيد عدد سكان الدول المستقبلة للمهاجرين مثل دول الخليج. بما تفسر تغطي السلوك قمم بعض الجبال العالية في وطننا العربي؟ بسبب الارتفاع الشاهق، لأنه كلما ارتفعنا إلى أعلى 150 متر انخفضت درجة الحرارة درجة مئوية واحدة. بما تفسر تعد حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية، لأنه يعيش بها حيوانات آكلة العشب مثل الزراف والأفيال، وحيوانات آكلة اللحوم مثل الأسود والنمور. بما تفسر تناقص نسبة سكان البدو في الوطن العربي؟ بسبب تحول أعداد كبيرة منهم للعمل في التعدين واستخراج البترول، وبسبب قيام الدول العربية بتوطينهم في قرى بهدف تعمير الصحراء، وبسبب هجرة أعداد منهم للقرى والمدن القريبة. بما تفسر ارتفاع معدل الوفيات في بعض دول الوطن العربي؟ بسبب الصراعات والحروب والمجاعات. بما تفسر الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن؟ بسبب البحث عن فرص العمل وتوافر الخدمات في المدن. بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في مناطق التعدين واستخراج مصادر الطاقة؟ لتوفر فرص العمل وارتفاع الدخل. بما تفسر تسعى الدول العربية للحد من الهجرة من الريف إلى المدن؟ للحفاظ على الرقعة الزراعية. بما تفسر ارتفاع كثافة السكان في وادي النيل ودلتاه في مصر؟ بسبب وجود المياه والتربة الخصبة. بما تفسر تركز سكان الصحاري في الواحات؟ بسبب وجود الأراضي الصالحة للزراعة والمياه الجوفية. صوب ما تحته خط، لا تزال بعض الجزر السورية تقع تحت الاحتلال. تصويب، لا تزال بعض الجزر الإماراتية تقع تحت الاحتلال. تحد الصحراء الكبرى الوطن العربي من الشرق. التصويب، تحد الصحراء الكبرى الوطن العربي من الجنوب. وبكده درس اليوم انتهى. أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.